السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رياح قوية شكلي ما راح أعرف صور. خلينا نرجع ضبط الكاميرا. تمام، على كل حال بهذا الفيديو إن شاء الله راح يكون مجرد دردشة فقط لا غير حول الاقتصاد هنا في بريطانيا، لأن أنتم متى ما بنعرف إنه الباوند عم ينزل مثل الصاروخ لتحت. كيف مثلاً طيارة في السماء وعم تشلف أمبليش شلون بينزل القنبلة أو الصاروخ شلون بينزل لتحت على الأرض؟ لحظات فقط لا غير. فهيك عم بيصير في الباوند أو العملة البريطانية الجنيه الاسترليني. الأسباب أو العوامل، والله في عوامل كثيرة ولكن رح نضطر لبعض الأشياء. بس خليني أنا أحكي كلمتين بالبداية، ألا وهني أنا ماني خبير اقتصادي ولكن هي هذه وجهة نظري، فهمت علي كيف؟ فيعني كأنا عايش هنا في بريطانيا 8 سنوات فبحط أنا وجهة نظر فقط لا غير. ومثل ما قلنا في بداية الفيديو، هذا الفيديو مجرد دردشة فقط لا غير، يعني تسليه. أول شغلة، أنا دخلت على بريطانيا بال 2015 كان الباوند يساوي تقريبا 1.7، يعني كل 1000 باوند بصرفها ب 1700 دولار. تمام؟ 1.70 أو 1.7 على الدولار، يعني كل 1000 بيساوي 1700. هلا حاليا في وقت تصوير هذا الفيديو الباوند يساوي 1.08، يعني كل 1000 باوند بصرف لك 1080 دولار. لا رياح. طيب خلي الكاميرا مثل ما هي، ما راح احركها، راح اتجه انا على الطرف الثاني. هيك صرنا في نص الكاميرا عشان ما نضل نحرك وتقلب. فهلا حاليا الباوند 1.8، عفوا 1.08، يعني كل 1000 باوند بصرف لك 1080 دولار. اول شغله كان الباوند كان هو يعني الاقتصاد كان فيه اقتصاد ركود، كان الباوند نازل ل 1.12، يعني كل 1000 باوند بصرف لك 1120. هذا كان مثبت على هذا الرقم ويتذبذب، يطلع لفوق وينزل لتحت، يطلع لفوق وينزل لتحت. ولكن بعد خطه ليزي تراست، الخطه الاقتصاديه او مثل ما سموها باللغه الانجليزيه ماني بادجت، هاي خطه ليزي تراست، فالخطه كانت غير مرحب بها بالمره. فنزل الباوند مثل الصاروخ لتحت، نزل لل 1.04، يعني كل 1000 باوند بصرف لك 1040 دولار. وهلا رجع استقر لل 1.08. طبعا الحزب الليبر، حزب المعارضين هنا في بريطانيا، انتقدوا هذه الخطه، ويعني الشعب كله انتقد هذه الخطه، يعني كان بالفعل غير مرحب في هذا الخطه ابدا، ولهيك نزل الباوند لتحت. الخطه هي كالتالي، والله 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 مثل الضحك على العقول. اول شغله للمواطنين، قالت ليزي تراس راح نساوي فريز، راح نجمد الانرجي بيل. كيف يعني نجمدها؟ يعني المواطن ما لازم يدفع اكثر من 2500 باوند للكهرباء او للغاز خلال السنه. طيب مين هذا اللي بيصرف 2500؟ مين هو هذا؟ فرجينا عليه. عايشين بالبيت، عايشين اربع اشخاص، انا وزوجتي وولدين، بالبيت ما نصرف 2500 بالسنه. طيب انا ايش استفدت من هذا القانون؟ تمام، في ناس بجوز تصرف عندهم عائله كبيره، بس هنا الاحصائيه هنا في بريطانيا كلها عائلاتهم صغار، يعني هنا عندهم يا اما شخص، يعني الرجل مع الجيرل فريند مع كلب، او رجل مع جيرل فريند بدون كلب، او رجل مع جيرل فريند وكلبين، او رجل مع جيرل فريند وولد وكلب. هذه هي عدد العائلات هنا في بريطانيا. يعني لا تتجاوز الشخصين مع كلب، او شخصين مع كلبين، او شخصين مع طفل وكلب، او شخصين مع طفل وكلبين. هذه عدد العائلة، يعني ما في عائلات كبيرة. فلذلك ما حد بيصرف 2500 دولار 2500 باوند بالسنة. أنا صارت في ناس بتصرف، يعني بس قديش هني؟ كم عددهم اللي بيصرفوا 2500 باوند بالسنة؟ يعني بالصيف، يعني أنا 3 أشهر الصيف ما بصرف، يا دوب بصرف ال 100 باوند بالصيف، وباقي السنة يعني 9 أشهر السنة بصرف فوق ال 100، يعني 150 200. تمام؟ على كل حال هذا أول قانون. فقال ما دام هذه راحت للعائلات، فلازم بقى نحن هلا هي دعمنا العائلات، هاي نحن دعمنا العائلات، فهلا لازم نحن ندعم البزنس. اهم شيء البزنس، هي هذه يا اخي. هنا بريطانيا واوروبا بشكل عام كلياتها هي راس ماليه. تمام، يعني هن الراس ماليين، هن الحاكمين.
فقوانينهم كلها تتصب بصالح الرأسمالية. فقال نحن هلأ لازم ندعم البزنس. فهلأ بتعرفوا أنتوا الناس اللي عايشين هنا في بريطانيا، الدخل على الدخل في ضريبة، بس ولكن الدخل كل ما وصل لرقم معين بتزيد الضريبة، كل ما توصل لرقم معين بتزيد الضريبة. فقالوا من بعد 150,000 كل واحد بيدخله بعد 150,000 هو المفروض ياخده 45% ضريبة. فقال لا، نحن راح ناخذ منه 40% ضريبة، يعني هذه ناقص 5%. طيب مين هو مين هو هات يلي بياخذ 150,000 باوند بالسنة؟ مين أي شخص عائلي، يعني واحد عنده عائلي بياخذ 150؟ هذول كلهم أصحاب الأموال، أصحاب البزنس. أنا سائق شاحن يضرب وطراح ما بيوصل لل 50,000، 50,000 راتبي ما بيوصل لل 50,000 باوند بالسنة. فيعني أنا هذا القانون شو استفاد منه؟ أو الآلاف عنا الآلاف الملايين العائلات شو بتستفاد؟ ما بيستفاد منه شيء، ما بيستفادوا منه غير أصحاب الأموال. ليش؟ هني قالوا أخذوا بالحسبان إنه هذا، هني قالوا هذا الحكي، يعني أنا مشان يكون أنا عادل في كلامي، هذا الكانسلر قال إنه هذا القانون مثلاً أو هذا التغيرات ما راح، يعني قليل من الناس من العائلات راح تستفاد منه، ولكن البزنس راح تستفاد، ولكن العائد راح يرجع لمين؟ للعائلات. على أي أساس يا حاج؟ قال على أساس إنه بعد نخفض الضريبة على البزنس، يعني بعد إذا البزنس ربح أكثر من 150,000 وأخذنا منه 40%، ما أخذنا منه 45، فبيضل هاي 5% هو صاحب البزنس عنده خيارين، يا أما يروح يرجع يستثمر مرة ثانية، أو يا أما يروح ويرفع رواتب العمال. مين في بزنس هيك لوجه الله تعالى بيجي وبيرفع لك راتب العامل؟ ما في، مستحيل. يعني يا دوب هنا ما دام الدوله عم تحط مينيموم ويج، يا دوب كل الدوله بتقول لك لا مينيموم ويج. انا بتذكر نفسي كنت اشتغل بمصنع فروج دجاج، يعني مسلخ. ليش عمري تحت ال 25 سنه؟ قالوا لي انت بتاخذ هذا الراتب، وهذا هاي في وحده كبيره بالعمر تقريبا عمرها 40 سنة 45 سنة، وهذه تأخذ هذه الراتب، وهي هذه بتعمل هيك بالفروج تن 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 تن. أو بتعرفوا حيوان الكسلان يلي بيعمل هيك؟ بهذه الطريقة كانت هاي المرة كانت هيك تساوي. وعم تاخذ راتب أكثر مني. ليش؟ لأنه القانون بيقول إنه إذا عمرك فوق 25 سنة فالمينيموم ويج الراتب الأدنى للأجور كان مثلا وقتها 8 باوند، وإذا عمرك تحت 25 سنة الراتب الأدنى للأجور 6 باوند ونص. هذا أنا بحكي قديم، يعني على الأول بعد كنا عم بشتغل، كان لا الفوق 25 كان 7.25 والتحت 25 سنة كان 6.5، يعني مهم كان راتبه 6.5 باوند بالساعة. على أي أساس؟ على أساس إنه بس العمر، بس العمر. طيب الشغل مين كان عم يشتغل أكثر؟ أنا كنت عم بشتغل أكثر من هذه بكثير 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 بكثير. فيعني المقصد من هذه القصة والمقصد من هذا الكلام، البزنس ما بيزود الراتب إلا إذا بقى الدولة إذا قالت لا بقى المينيموم ويج صار 9، المينيموم ويج صار 10، بقى كل البزنس كل الشركات لازم بقى تلتزم بهي القوانين. شفنا نحن مؤخرا الاضراب يلي صار في المدارس، والاضراب صار في عند البلدية، شفت النشح شلون صارت المدينة، ومو بس المدينة غلاسكو، الدولة كلها شلون صار فيها. ليش؟ لأنه البلدية متشبصة هيك مسكي هيك بس بالراتب ما بتعطي. قالوا لي انا اتصلت للاجنسيات اللي تعال اشتغل في البلدية سائق شاحنة، بنعطيك 11 باوند ونص او 12 باوند بالساعة. انا دفعت 5000 باوند ساوي رخص الشاحنة، بعدين بالاخير مشان اخذ 12 باوند بالساعة؟ لا ما بدي، اكيد ما راح اشتغل، اكيد ما راح اشتغل انا. يعني المفروض اقل شيء الراتب يكون 15 16 17 18، هيك لازم يكون الراتب. القطاع الخاص بيدفع 15 16. طبعا القطاع الخاص ليش بيدفع هيك؟ على حسب نوع الشغل. هلا ليش سائق شحن بياخذ 15 16؟ لانه
يعني سائقين الشاحنين جدا قليلين، بقى لهيك بصير منافسة بين الشركات مين بده ياخذ السائقين اكثر. بيروح هذا بيقول انا بدفع لك 16، اما بعد يكون في سائقين شاحنات كثير. انا اتحداك اذا سائق الشاحنه راتبه بيرتفع لل 12 باوند دائما، بياخذها مع 10 يا اما 11 فوق الراتب العادي، يعني المينيمم ويج 9 باوند فوق الراتب العادي، يعني المينيمم ويج بواحد باوند او 2 باوند بس، هذا اذا كان في سائقين كثير. بس هلا ما في سائقين طبعا. هلا بريطانيا انه مو انه خلص خلصت ازمه السائقين، لا في الازمه موجوده والازمه مو موجوده اثنين سوا. لانه لو كان في سائق، انا كنت دايما بدي اتحرك هيك، لو كان في سائقين كثير راح. المهم خلينا هيك نحط على الارض احسن، لو كان في سائقين كثير كان هلا الراتب ب 11 باوند. فهمت علي كيف؟ على كل حال نرجع لها الخطة، يعني الخطة اللي حديت الآن هي أول وحدة تجميد الانرجي بيل 2500 باوند بالسنة، ما يعني العائلة ما تدفع أكثر من 2500 باوند بالسنة، وطبعا هذه راح تكلف الدولة ملايين، 60 بليون من رش قد باوند. والخطة الثانية طبعا هي الخطة الأولى، هذه غير صحيحة، تجميد الفاتورة غير صحيحة أصلا، لازم ثبتوا سعر الانرجي وتكون هي على حسب استخدام الفرد. طيب في ناس ما بتستخدم 2500، فيعني هيك الخطة ما صحيحة، في كتير ناس ما بيستخدم 2500 بالسنة، فبيقول أنا شو استفدت من هذا يعني. بجوز 10% من الدولة بتستخدم أكثر من 2500 باوند بالسنة. المهم هذه الخطة الأولى، تجميد الانرجي بالأكثر من 2500 باوند بالسنة ما حد يدفع. الخطة الثانية هي أنه كل واحد براتبه بيوصل فوق 150 ألف باوند بالسنة، بدل ما يدفع ضريبة 45% بيدفع ضريبة 40%. الخطة الثالثة ألا وهي على أساس أنه كل شهر أربعة، بكل شهر أربعة هن السنة الضريبية الجديدة بتبدأ هنا في بريطانيا، من شهر أربعة لشهر أربعة هيك يحسبوا السنة الضريبية. فكل سنة أربعة بيطلع شو زيادات في الضرائب، فهذه الزيادة ما راح تكون لا بالنشر انشورنس نمبر ولا بالإنكم تاكس، فهذه الزيادة ما راح يزودوها. اعتقد هدول هن يعني هدول هن الاساسيات، في اشياء صغيره يعني بس ولكن غير مهمه، ولكن هدول الاشياء المهمه يلي هن سووا تغيير، ولكن تصب بصالح مين؟ انا ما صب شيء بصالحي يعني صراحه، انا بصالحي انا ما صب، راتبي ما بيوصل ل 150 الف باوند بالسنه، ولا بصرف 2500 باوند بالسنه كهرباء، انا شو استفدت؟ فلذلك هذه الاشياء اطبقها على نفسي انا، ما دام ما طبت علي في كثير ناس ما طبوا عليهم. انا اتحداك، انا اغلب متابعيني، انا ما بظن ولا واحد من متابعيني بيوصل راتبه لل 150 الف باوند بالسنه مستحيل. وكمان لا اعتقد انا من متابعيني الفاتوره الكهرباء تبعهم بتوصل لل 2500 باوند بالسنه. ف يعني ربما واحد اثنين ثلاثه بس، يعني قوانين يعني انا ما استفدت منها، وهذا ما دام انا ما استفدت منها معناتها في كثير ناس كمان مثلي انا نفسي ما استفادت منها. فلذلك هذه القوانين كانت غير مرحب بها، فالباوند هبط. طبعا هذا عم نحكي على عامل واحد، هذا الهبوط الفجأة يلي صار بعد ما زاعوا في القوانين هذه. اما القانون هو كان اصلا عم يهبط من الحرب الأوكرانية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للديون يلي موجودة على بريطانيا. بريطانيا صار عليها ديون كثيرة. الخطوة الثانية والله اعلم، ما دام الباوند هبط هذه الهبطة الفجائية، انا بنظري اصحاب هذه الشركات غدا ان شاء الله راح يعني تخلص بضاعتهم، فراح يضطروا يمسكوا الباوند الفلوس عندهم ويحولوهم على الدولار علشان يشتروا بضاعة من الخارج. مثل ما بنعرف هنا بريطانيا دائما يعني معتمدة كليا على الاستيراد من برا، كان الطعام وكان الأكل وكان الشرب قليل جدا حتى تصدر إلى الخارج، هي دائما تستورد. في عندها أشياء من الداخل، هي البطاطا واللحم هذا كلها من الداخل من هنا، يعني هي مشهورة إيرلندا خاصة مشهورة بالبطاطا، وكمان تمشي على الاستيراد. أنا مو سائق شاحنة بمشي هيك على الاستيراد، بلاقي كلها عبارة عن ماشي، كلها موجود خواريف ماشي او بقر، يعني بيتركوا الماشي هيك تاكل من الحشيش وبتولد وبيحصد الحصاد كل سنه، بيشوفوا هذه الماشي قديش ولدت وقديش هيك. المهم يعني اللحم والبطاطا والبصل هذا كله موجود هنا، بس يعني الاشياء اللي بيستوردوها من برا مثل البندوره مثل الاشياء كثيره. المهم انا ما بعرف شو بيستوردوا بالضبط، بس يعني الاغلب الاشياء بيستوردوها.
لانه دائما بطلع على الشيء مكتوب يا اما ميد ان سبين يا اما هولندا يا اما مروكو او ايجيبت، يعني اكثر الدول اللي بقراهم انا على المنتجات، او غريس اليونان خاصة اللبن الزبادي. الفكرة وين؟ التجار هذول بكرة غدا إن شاء الله يعني راح يروح يشتروا بضاعة من برا، وتيجوا يصرفوا الباوند للدولار راح يلاقوا العملة قليلة جدا، وراح يشتروا بضاعة بسعرها غالي، يعني الأسعار راح ترتفع مثل الصاروخ. ربما تشوف هلا الأسعار مستقرة من أسبوع لهلا، من أول نحكي بس من أسبوع، طبعا إحنا من زمان الأسعار هي عم تطلع، من زمان كتير الأسعار هي عم تطلع، بس من أسبوع لهلا من أول ما هبط الباوند هبطة فجائية الأسعار بعدها مثل ما هي، بس أنا بعتقد إنه هي راح ترجع تطلع طلعة ثانية. يعني الزيت يلي كان لتر واحد يلي كان باوند وتسعة بنس هلا صار باثنين باوند وعشرة بنس، بعد هذا الهبوط ربما يصير بثلاثة باوند، يعني اللتر الواحد أو اثنين باوند ونص، الله أعلم ما بنعرف، بس غدا بنشوف. يعني مثل ما قلت لكم يعني هذه هي مش تحليل اقتصادي ولا شيء، هو مجرد هذا الفيديو دردشة لا غير. على كل حال يا أصدقائي هذا هو الفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم. باختصار مفيد، سبب سقوط الباوند كان بسبب سياسة ليز تراس أو خطة ليز تراس كانت غير مرحب بها من قبل الشعب البريطاني، فلذلك الباوند هبط. إذا بدك تعرف تفاصيل أكثر أنا برأيي ادخل على موقع الحكومي، بتلاقي الخطة كاملا، شوف الفيديوهات يلي كانت معروضة في البرلمان، يعني معروضة عند الإعلام البريطاني، بتشوف الفيديوهات، بتشوف الجلسة بالبرلمان كاملة. أنا ما فيني أنا طالع وحطها عندي مشان ما يصير كوبي رايت والأمر بيطول كثير، بفتح الفيديو من الدردش دردشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نراكم بحلقات جديدة. السلام.